الفيلم الثاني كان فيلم حامل اللقب وحضر نجوم من الوسط الفني وابطال الفيلم العرض الخاص اللي اهتموا ان هم يقفوا جنب هشام ماجد في اول بطوله مطلقه ليه، وكان منهم دنيا سمير غانم واللي بركت هشام وكمان احمد فهمي واخوه كريم وشيكو والشاعر امير طعيمه. فيلم حامل اللقب من الافلام الكوميديه اللي بتدور احداثها في اطار كوميدي حوالين لاعب كره القدم اللي بيقوم بدوره هشام ماجد، وان مراته عندها مشكله في الحمل وده ملخبط كل حياتهم بسبب ان الحمل مش بيكمل. كاميرا ترانس كانت موجوده في العرض الخاص، خلينا نشوف ايه اللي حصل ونرجع تاني على طول. الفكره فكره كيرو ايمن وتاليفي انا وايهاب بليبل، وهي فعلا زي ما انت قلت هي من 2019 وحصلت الكورونا فالفيلم عطل، فالفيلم ليه معزه خاصه في قلبي لان تعبنا فيه قوي. حامل اللقب فيلم بيتكلم عن علاقه زوج بزوجته وازاي ان ممكن العلاقه الزوجيه دي تكمل وكل واحد فيهم يحقق اللي هو عايزه. يعني فكرة الفيلم جديدة وبتناقش يعني قضية مهمة قوي، بتناقش حقيقة الأمومة، بتناقش نوع من أنواع التوازن ما بين الرجل والست، بتناقش فكرة إزاي الفانتازيا بتعالج وبتلمس مواضيع مش هينفع نقولها ونتكلمها بطريقة واقعية. فكرة الإنتاج المشترك إحنا بنعملها من زمان أنا وحفظي، السنة دي معانا برضو يعني أصدقاء برضو جداد موجودين معانا، أريبيان بيكتشرز ورشيدي. كان متحمسة الفيلم من أول ما كنت بسمع عن تحضيراته. هشام ماجد من الممثلين القريبين جدا 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 لقلبي، هو شخص جميل وفنان أجمل طبعا، ودينا الشربيني هي بالانس كده موهبة وكاريزما، فحاسة الاتنين مع بعض أكيد أكيد إن شاء الله هيعملوا فيلم حلو قوي. تجربة الإنتاج المشترك تجربة جميلة لأنه زي ما يقولوا تثري الفيلم في الانتاج المشترك. احنا سعداء اساسا انه يكون جنبنا او معانا او احنا مع شركات مصريه كبيره، مع شركات مصريه كبيره وتخلينا ننتج مع بعض انتاج مشترك لطيف. جايه اتفرج على الفيلم، متحمسه قوي اتفرج عليه علشان هشام ماجد طبعا ومراته يعني عيلة بالنسبة لي تانية، كل الناس دينا الشربيني محمد سلام الكاست كله